اهلا بحضراتكم من جديد ومبروك لجماهير النادي الاهلي. يعني مباراه نقدر نقول ان احنا بس كسبنا ان احنا طلعنا لدوري المجموعات، لكن لا اي شيء يذكر اليوم في اداء النادي الاهلي للاسف الا ان احنا وصلنا لدوري المجموعات. والحمد لله قلنا الظروف هتلعب دور كبير جدا جدا، ظروف المباراه، لكن حتى الظروف كمان ما كانتش يعني نقول او نتحجج شويه بالظروف. كان في تمركزات دفاعيه صعبه جدا جدا النهارده من لاعبي النادي الاهلي، لكن الحمد لله في الاول وفي الاخر اللي احنا خرجنا من هذه المباراة بالصعود لدوري المجموعات. أعتقد أكيد كابتن محمد يوسف هيتكلم مع اللعيبة بشكل أداء في المجمل، لكن الحمد لله برحب بيك كابتن حشيش مرة تانية وألف مبروك. مبروك طبعا لينا كلنا والنادي الأهلي، مبروك الصعود. إنما طبعا الأداء يعني إحنا لغاية آخر ثانية وإحنا أعصابنا طبعا يعني تعبانة، بس الحمد لله مبروك. أكيد كابتن بلال مبروك. فطبعا مبروك النادي الاهلي الصعود لدوري المجموعات، يعني المباراه كانت صعبه جدا 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 قوي، حبست الانفاس زي ما بيقولوا يعني. النادي الاهلي يمكن اجاد الشوط الاول، الشوط الثاني الامور كانت صعبه شويه. كابتن اسامه مبروك على الصعود. مبروك يا كابتن ميدو التاهل، وزي ما قلت لك احنا بدايه الاستوديو شهر 12 في اهداف واهداف محدده، ازاي بمجموعه الاصابات اللي عندك وبالفريق اللي عندك تعدي شهر 12 في الدوري وبطوله افريقيا. الحمد لله ربنا كرم النهارده، انت النهارده في مباراه مش مطالب بالاداء، عشان بس ما ندخلش في تفاصيل كتير، النهارده الصعود هو اهم من الاداء. أكيد. الحمد لله اللي اتحقق النهارده. اكيد اكيد ده كان المطلوب، لكن كان زي ما قال بلال كابتن حشيش كان في حبسه نفس طبعا لاخر ثانيه. صحيح. ومش متوقع قوي يعني الكلام ده بصراحه، لان انت كنت شايف من البدايه في اخطاء على المستوى الفردي ما بين لعيبه خصوصا خط الدفاع، فكنت قلقان لغايه اخر ثانيه. ويمكن الهدف اللي جه في النادي الاهلي برضو في سيناريو بيتكرر اللي هو الترجي. في اخر سيناريو الترجي في الوقت الاضافي في الشوط الاولاني سيناريو الترجي على طول، فبترجع لذكريات يعني مؤلمه. غلطه برضو من كوليبالي، طلع كوره برضو يعني قصيره قدروا يجيبوا منها الجون، كانت عملت يعني طبعا مشكله. نزلت الشوط الثاني انت تقريبا الشوط الثاني انت مضغوط طول الوقت مضغوط، خلاص سيناريو بيتكرر. وبعدين الفرقه الثانيه واخده الاستحواذ في نص الملعب خالص، وانت مجرد انت رد فعل رد فعل وكور طويله. مروان محسن عمل كميه جري كبيره قوي الشوط الاولاني، قلنا لازم يوزع المجهود بتاعه. جه الشوط الثاني يا دوبك بعد 10 دقايق بالشوط الثاني الاداء نزل بتاعه زيه زي كتير من الفرقه. معرفش ليه في تمركزات غلط في خط الدفاع، كلهم لعيبه كبيره وخبرات، ما فيش حد مثلا هنقول لا لسه صغير ما عندوش خبره افريقيه او ما عندوش خبره الماتشات الافريقيه. تمركز غلط، حتى كوليبالي المفروض خبره كان الراجل برضه راس الحربه بيسحبه، شفناه اكثر مره يسحبه يطلع بره ال 18 او يعني بعيد. خلينا اقف عند كوليبالي يا كابتن حشيش، وعايز يعني كوليبالي ايه وليه؟ يعني نفسيا. نفسيا طبعا انت بتتكلم في لعيب دلوقتي نفسيا في كوليبالي، يعني كوليبالي شخصيه جميله في الوقت الحالي، في الوقت الحالي، في الوقت الحالي خلاص احنا مش هنتكلم فيما قبل. فيما قبل كان اسلوب طريقه لعبه واسلوب مدير فني والكرات الطوليه اسلوب اتغير. انا بتكلم في اساسيات الكوره، خد بالك انت، خد بالك اسلوب اتغير. بس خد بالك يا ميدو، انت النهارده لما يبقى عندك مدير فني انت بتشتغل بشكل معين وبستايل معين وبيبقى ليك لعيبه محدده عايز تلعب بيها، تمام؟ الاسلوب بتاع مستر كارتيرون كان الكرات الطوليه السريعه، انا مش عايز احضر كتير، تمام، عايز العب كرات طوليه سريعه، فبيجيب في الحته دي وبيأديها بشكل كويس جدا. اسلوب النهارده اختلف مع كابتن يوسف، النهارده عايز يحضر، عايز يبني هجمه من تحت، عايز لعيب عنده كوره، تمام؟ في نفس الوقت انت خلاص يمكن الكلام الكتير ان كوليبالي ماشي وان في خلاص صفقه جت وان النادي الاهلي بيشتغل باربعه، فانت وضع طبيعي يكون ده الاداء بتاعه في التوقيت الحالي، يعني فاهم قصدي؟ يعني ده وضع طبيعي بالنسبه لكوليبالي. يعني اداء في يعني في كتير جدا من، مش عايز اقول من عدم الجديه، ولكن في عدم التركيز، التشتت، لعيب برضه مشتت داخل الملعب، تمام؟ ممكن نلتمس له العذر في بعض الاوقات، ولكن يعني اللعيب المحترف، ودايما احنا بنقول الكلام ده في كل مكان، اللعيب المحترف بالظبط في اي لحد ما تسيب النادي بتاعك
انت بتأدي بكل ما اوتيت من قوه. كوليبالي بقاله فتره كده بلال قبل ما حتى حد يتكلم ممكن يمشي ممكن يقعد. كوليبالي بقاله فتره، ما انا بقول لك تحديدا من يوم ما مشي كالتيرون. بص ما ده انا قلته، يعني انت النهارده ستايل لعب اختلف خالص، مستر كالتيرون كان بيلعب بشكل مختلف تمام، النهارده اسلوبك اتغير، طريقتك اتغيرت، ادائك اتغير، بقيت تشتغل بشكل مختلف. الشكل اللي انت بتشتغل بيه ده ممكن قد لا يتناسب مع امكانيات كوليبالي، قد لا يتناسب مع امكانيات كوليبالي تمام. الطريقه اللي بيلعب بيها كابتن يوسف، انك عايز تحضر وعايز لعيب يكمل مع اللعيبه، عايز لعيب يلعب باصات سريعه، عايز لعيب يحضر هجمه يبني هجمه من تحت، ممكن لا يتماشى مع امكانيات كوليبالي تمام. فعايز اقول برضو بالاضافه للحته النفسيه، انه ماشي قاعد ماشي قاعد، والاقاويل الكتيره والسوشيال ميديا، انت عارف معظم اللعيبه هنا في مصر للاسف بتتجه للسوشيال ميديا وبتقرا وممكن يتاثر بشكل كبير جدا، فممكن برضو يكون مؤثر بشكل كبير على ادائه داخل الملعب. تمام تمام. طيب ارجع لك اسامه، لازم تكلمنا عن الحاله الدفاعيه والتشتت الدفاعي، لكن بعد ما نطلع فاصل هنرجع نكمل كلامنا مع ضيوف الكرام ونجوم الاستوديو التحليل عن هذه المباراه. مش عايز اقول سيئه، لكن هي فعلا كانت يعني بدلك نادي الاهلي النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني احنا كاهلاويه او ناس بتنتمي لهذا الكيان الكبير بيبقى مش عايزين نشوف فرقتنا بالشكل ده، مش عايزين نشوف لاعيبتنا بالشكل ده لاخر ثانيه، هم خايفين، هم قلقانين، خايفين يجي فيهم جون. واحنا كمان كجماهير ناس بننتمي للاهلي، خايفين ايضا برضو ان الاهلي يتعادل في اخر ثواني، عشان كده احنا زعلانين شويه. لكن ما تنسوش ان الاهلي بيلعب في ظروف صعبه جدا جدا جدا، احنا قلنا الاجواء قبل هذه المباراه صعبه جدا. ما تنسوش كمان الاهلي صعد لدور المجموعات، احنا بنتكلم في الشكل العام نادي الاهلي اللي احنا دايما بنحب النادي الاهلي يكون على احسن ما يكون. يا اسامه احنا بنحلل النهارده ما بنحللش مباراه بس، احنا بنحلل فتره مهمه هي اللي هتديك التواصل ان شاء الله لدفعه قويه ان شاء الله في يناير. زي ما قلت لك يا كابتن ميدو، احنا شهر 12 ده شهر مهم، عندك في 6 مباريات دوري، ربنا كرم في 4 مباريات، وعندك ماتشين بتوع جيمال بطل اثيوبيا. الحمد لله هدفك انت حققته. طب ما انت في اول مباراه ليك مع المقاولين اديت اداء رائع والناس اشادت بالاداء، بس كانت المحصله ايه؟ انك ما قدرتش تاخد الثلاثه بونت اللي يخلوك بعد كده في الصداره. لكن انت النهارده انت بتحقق الطلب او الهدف بتاعك. انا بشبه الفتره دي بالظبط زي انت عندك كده ايه؟ قماشه، كل ما تيجي تغطي راسك تلاقي رجليك كشفت، تغطي رجليك تلاقي دماغك كشفت، فانت عمال تلصم يمين وشمال. ادخل بقى على يناير عوده مصابين، ويبدا المصابين يدخلوا ويجهزوا، عوده الاضافات اللي النادي الاهلي هيبدا يشتريها ان شاء الله، والناس الصفقات اللي هتعلن كمان لكل جماهير النادي الاهلي، وبعد كده بقى عندك المدرب الجديد وقدومه. تدخل بقى في يناير وقابلني بقى، عايز اشوف اي حد في يناير بعد كده. لكن النهارده أيوة برضو خلينا نتكلم برضو، انا من وجهه نظري النهارده انتصار معنوي للكره المصريه. النهارده الانتصار على جيما بطل اثيوبيا انتصار معنوي يا كابتن حشيش. في ايه بقى؟ اخر مباراه كانت للكره المصريه امام فريق من اثيوبيا كان انت السنه اللي فاتت في بطوله الكونفدراليه، الزمالك امام ديتشا الاثيوبي، خروج الزمالك من بطوله الكونفدراليه، رفاق عبد الصمد. انت النهارده يعني بتشيل العقده اللي كانت ممكن تتحط على الكره المصريه، انك بتفوز في مباراه هنا 2-0 وبعد كده بتروح تتغلب هناك 1-0، لكن بتصعد بمجموع الماتشين لدوري المجموعات. فده برضه انتصار معنوي عشان الجماعه برضه اياهم برضه يبقوا عارفين ايه الدنيا ماشيه ازاي. لا والنادي الاهلي نكسر روتين النادي الاهلي، يعني ممكن في فرقه او بلد تحط عليك عقده، لا انت بتقدر تخلصها من بدري. دي يعني حاجه مهمه. خلي بالك كده الجماهير نسيت الماتش النهارده. بس بنفكر بس كان الخروج من كوبا ده كان انت. لكن النهارده نسيت الماتش النهارده النادي الاهلي برضه يعني في ظروف صعبه جدا، واحنا اتكلمنا عنها في المباراه الاولى، انك انت تقدر تحط عدد اهداف يريحك في ظروف الجو. النهارده الحمد لله اللعيبه لا كله بيبذل مجهود وكله بيحاول اخر ثانيه، لكن الملعب وارضيه الملعب الصلبه يعني سيئه جدا. النهارده كل ما تعمل عمليه الاستحواذ النادي الاهلي مميز بيها، ان عمرو السوليه عايز ينقل لهشام محمد لاسلام محارب لمروان محسن، الكره بتطب عماله تطب في الارض. حتى الكره الثانيه اللي كنا بنتكلم عليها، ان الكره الثانيه تطب من مروان محسن بدماغه وتلاقي جنبه احمد حمودي او اسلام محارب او ناصر ماهر، دايما الكره الثانيه برضه بتلاقيها بالطب، فهي بتبقى من نصيب فريق جيم. بس مش لاعبتنا برضه يعني، كان بره الناس، كان بره الاداء النهارده، في لعيبه بره الاداء خالص. لا ما بالرغم من الظروف الصعبه دي.
صحيح. هو يعني زي ما احنا قلنا طبعا يعني صعود النادي الاهلي ده في حد ذاته مكسب كبير في خلال طبعا الشهر اللي احنا فيه والضغوطات اللي موجودة على اللعيبة والمشاكل اللي موجودة في الفرقة وتغيير الجهاز واللعيبة اللي ناقصة. احنا النهاردة يعني برضو حدث تاريخي ان في 2 حراس مرمى احتياطي في في مع الفريق. طبعا كلها عوامل غير الارض والجو والحاجات الكتيرة دي طبعا اثرت. اللي قلقنا بس ميدو يمكن تويت الجون اللي جه الهدف افتكرنا السيناريو بتاع الترجي فده اللي قلق بعض الناس. انما الحمد لله قدرنا يعني برضو الحمد لله يعني تظبيطه في الشوط الثاني من محمد يوسف تغييرات عملها كويسه برضو بنزول ازارو ساش برضو ان ازارو مضيع كورتين كان ممكن يقول لك نتيجه ضيع كوره بالظبط مضيع كوره وكمان يعني كوليبالي مضيع كوره سهله جدا ممكن تغير لك اسامه النتيجه وتطلع برضو يعني بنتيجه كويسه. احنا بنبص للنتيجه العامه في ظل الظروف دي وفي ظل ان شاء الله باذن الله ان احنا داخلين على يعني التدعيمات اللي الناس كلها واحنا اول ناس طبعا مستنين التدعيمات اللي هتبقى موجوده اللي هتغير شكل الفريق. صحيح في ناس يعني برضو ما اقدرش اسيب الكلام ده وما اتكلمش فيه في بعض اللعيبه برضو في علامات استفهام في اخطاء طبعا يعني في بعض اللعيبه ماشي مستوى قليل نتيجه للظروف انما في بعض اللعيبه سلسله من مع الجماهير سلسله من هبوط المستوى او المستوى ما دي بقى بتكلم عليها كابتن حشيش. النهارده لما انت تدخل بقى على يناير معاك المدير الفني ومعاك بقى القماشه الكبيره اللي تقدر تتحرك فيها ما انا بقول لك دلوقتي عنده الاختيارات القماشه كل ما تغطي راسك تلاقي رجليك كشفت تغطي رجلك تلاقي دماغك كشفت فانت عايز تعدي بس المرحله دي تعدي بيها وانت ان شاء الله يعني مضيق الفارق في بطوله الدوري العام صحيح. انت خلي بالك النهارده يا ميدو انت مجرد بس كان شكل الجدول والنادي الاهلي ليه مؤجلات كتير وهو شكله في الاخر الناس كانت مبسوطه والناس ما بتتكلمش مجرد النادي الاهلي بس كسب 3 4 ماتشات نط بقى فوق في الجدول صحيح بقى النادي الاهلي بقى طلعت بقى الاشاعات وبقى علي معلول بيضرب معرفش صالح جمعه في التمرين وصالح جمعه بيضرب علي معلول في التمرين وبدات الحملات أي بقى بقى لا بدات الحملات اللي هدفها ده انت مجرد ان الاهلي كسب بس طب النادي الاهلي بقى لما يطلع بقى ويخش في الصداره الوضع هيبقى عامل ازاي اكيد طول عمر الاهلي عادي صحيح. يعني الكلام ده ما يفرقش معاه لكن يا بلال خلينا نتكلم كلام طبعا اسامه بيتكلم من الناحيه التحفيزيه وجميل جدا الكلام ده كل جميل عارف ان الماتش كان صعب جدا وعارف كل الظروف اللي بتتكلم فيها كابتن اسامه لكن خلينا نتكلم ان برضو اللعيبه اللي موجوده دي بتمثل النادي الاهلي وكان ممكن لا قدر الله يجي فيك هدف ممكن يبقى فيه خروج برضو اللعيبه بتمثل النادي الاهلي انا بتكلم في الحاله ليه كانت الحاله عامه كده باستثناء ناصر ماهر اللي محمد يوسف غيره برضو اعرف منكم غيروا ليه شوف يعني احنا طبعا مبروك للاهلي الصعود ودور ال 16 ودي كانت دور يعني وده والمباراه دي مع المباراه اللي فاتت هي مباراه واحده أوكي. مش هنقسمهم على مباراتين انت بتلعب 90 دقيقه 45 دقيقه على ملعبك و45 دقيقه بره ملعبك اجت بشكل كبير واحنا اتكلمنا في الكلام ده في بدايه الاستوديو قلنا يا جماعه كل فرصه بتروح على الجول كل فرصه بتضيعها ليها قيمه كبيره جدا وده حسيناه النهارده في مباراه النهارده ان كان في فرصه او فرصتين لجيم النهارده في نهايه المباراه كان ممكن يعني يدخلوك بقى في حسبه ثانيه مختلفه حسبه ركلات الترجيح حسبه ان انت بقى هتكسب ولا هتخسر حسبه ان انت قاعد بقى بتحط ايدك على قلبك ومش عارف الدنيا رايحه على فين فقلنا قيمه المباريات اللي تلعبها على ملعبك لا لها قيمه كبيره جدا يا كابتن المباريات اللي بتلعبها على ملعبك سواء اذا كان حتى كمان في دوري المجموعات اللعيبه لازم تعرف كده كويس جدا ان المباريات اللي بتلعبها على ملعبك لها قيمه كبيره جدا اكيد يعني انت فرصه ليها بره الموضوع مختلف تماما جمهور مش معاك الملعب ممكن يكون ضدك الحكم انا شايفه النهارده متميز جدا الحكم ممكن يكون ضدك برضه في بعض مش ضدك ممكن يكون القرارات تاثر عليك في وقت من الاوقات سواء اذا كان الحكم حكم الملعب او الاثنين اللي موجودين على اللاين زان فالنهارده عايز اقول في جزء من الفنيات ما كانش موجود كان غايب خاصه يمكن انا هتكلم على الاثنين بتوع نص ملعب يعني عمرو السوليه وهشام محمد الطبيعي ان كان يبقى دورهم اكبر من كده بشويه النهارده في اوقات كثيره جدا في المباراه حسينا ان مفيش ربط ما بين الحته الهجوميه وما بين الحته الدفاعيه فعندك جاب كبير جدا ما بين كوليبالي وايمن اشرف وندفيد وهاني وما بين مثلا وما بين اسلام محارب وما بين ناصر ماهر ومرام محسن وحتى وليد ازارو حسينا ان الملعب مفتوح بشكل كبير مش ده النادي الاهلي بتاع الشوط الاول يمكن الشوط الاول اجدنا فيه بشكل كويس الشوط الاول كانت الخطوط متقاربه الشوط الاول كان فيه نظام كبير جدا عشان كده ما شفناش الفريق الاثيوبي ولا مره عنده فرص خطر باستثناء الهدف اللي اتسجل في يمكن في الدقيقه 47 الشوط الثاني الترجي عشان كده احنا كنا مرعوبين بالظبط الشوط الثاني اختلف تماما الشوط الثاني اصبحت في المسافات مفتوحه ما بينك وما بين اللعيبه وبعضها ما بين الخطوط وبعضها ما فيش تقارب في المسافات عشان كده
ما شفناش عمليه الاستحواذ اللي كانت موجوده في الشوط الاول يا كابتن. الاهلي كان مستحوذ اكتر في الشوط الاول. ما كانش فيه خطوره كبيره على المرمى، ولكن حتى والكره بتضيع، الكره اللي بيتكلم عليها كابتن اسامه السكند بول تمام، كانت لصالح لعيبه النادي الاهلي. لما المسافات اتفتحت، لما بقى اصبح فيه احساس بالتعب وبالارهاق شويه من اللعيبه، ابتدينا نشوف مروان ما بيرجعش شويه، ازارو ما بيرجعش شويه، ناصر مهما بيرجعش شويه. شفنا جاب كبير جدا ما بين لعيبه نص ملعب وما بين لعيبه الخط الهجومي. شفنا هشام محمد والسوليه دايما قريبين من الاربعه المدافعين، وده ادى عبء كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. النهارده لما الاثنين بتوع نص ملعب بتاعك المفترض ان هم اللي بيضغطوا الفرقه الثانيه في نص ملعبهم يرجعوا ورا ويبقوا موجودين في حضن الديفنس، عمل عليك حمل دفاعي. بتاثر بشكل كبير جدا جدا جدا. انت عندك حمل دفاع اساسا، يعني انت عندك حمل دفاع اساسا موجود. خلاص انت مضغوط من بدايه اللقاء، من بدايه الشوط الثاني. الحاجه الثانيه والمهمه برضو استغلالك للفرص. النهارده اطيحت للنادي الاهلي فرصتين او ثلاثه. طبيعي جدا الفرص السهله اللي بتضيعها تندم عليها في اي وقت. بالظبط، في اي وقت تندم على الفرص السهله اللي بتضيعها. النهارده في ثانيه جه فينا جون، ثانيه حمودي فرصه ثانيه تمام، ممكن كان يروح ناصر ماهر بفرصه ثالثه على المرمى. فالنهارده الفرص اللي بتضيعها ليها قيمه كبيره جدا. لازم اللعيبه تعي الكلام ده تماما يا جماعه. النهارده ممكن لما تلاقي فرقه زي الترجي في الدوري، الفرصه دي طبعا فرصه كبيره، الفرصه اللي بعديها اللي تراس من جنب المرمى، فرص كبيره جدا للنادي الاهلي، كان المفترض انك تستغلها استغلال جيد جدا. اكيد كوليباري برده مضيع فرصه خطر جدا. فالنهارده انت رحت على المرمى، رحت على المرمى لكن ما قدرتش انك تسجل اهداف، ودي الحاجه اللي لازم يشتغل عليها المدير الفني سريعا يا كابتن. دوري المجموعات فرق اقوى بكتير جدا، انت بتلعب برده فرقه غير مصنفه، فرقه ما بتنافسش على بطوله، فرقه مالهاش باع وبتلعبها في ملعبها وبتتغلب 1-0. فرقه كويسه زي ما قال اسامه، انا معاك فرقه كويسه، بتلعب كوره على الارض كويسه، بتهاجم بشكل كويس، ولكن برضو امكانيات اقل من النادي الاهلي بكتير. لما تيجي تقارن ما بين اللعيبه في الملعب، ده اللي بتكلم ناصر فيه. ماهر طبعا ومروان محسن واحمد حمودي وشريف والسوليه وعاشور، انت بتلعب لعيبه منتخب. ده اللي بتكلم فيه، هو ده اللي بتكلم فيه، ان اللعيبه اللي بتاعت النادي الاهلي لعيبه تقيله جدا مهما كان شكل اداء الفريق الاثيوبي. عشان كده بتكلم، بس ان انا او احنا كلنا كحاله عامه زعلانين على شكل الاداء. بص يا ميدو، مش الملعب اللي تتضغط لاخر ثانيه خالص، ده ميدو الملعب اكيد مقصر. الملعب النهارده ايه السمه اللي بتميز النادي الاهلي؟ مش ان هو الكره دايما في الرجل وفي الاستحواذ عشان ما تظهر فرصه. النهارده انت مش قادر تنقل لتلات اربع نقلات، في فرص كنا ممكن نستغلها احسن. لا ما ده معاك، خلي بالك احنا مش بنعاني من الفرص دي من النهارده، ده انت عانيت بيها من المباراه اللي كانت في القاهره، بتعاني فيها فرات في الدوري، انك انت ممكن تخلص المباراه بدل ما بتكسب 1-0 او 2-1 ممكن تخلص المباراه بدري. بس انا اقول لك حتى تدي فرصه انك اللعيبه تريح، لعيبه من اللي بره بتشارك، فانت بتسهل كمان بالفرص دي. اقول لك يعني الفرق بين الفرص دي بتاعت النهارده الفرص بتاعت الماتش اللي فات. الماتش اللي فات كانت فرص اللي هي بتلعبها واحده، فممكن يبقى فيها بدلك، لكن فرص النهارده حمودي جات له اكتر من كوره ممكن يلعب فيها لعب جماعي، واحده شوت فيه شوت كوره من بعيد جدا كان ممكن يلعبها، واحده ثانيه كان ممكن برضه يلعبها. بالظبط، لازم بلاقي حل حته يعني الفرص. عارف المشكله ايه؟ انا في رايي المشكله ان النادي الاهلي في الفتره الحاليه اللي احنا برضه مش عايزين نضغط على لعيبه اكتر، ان انت عندك تضييع فرص سهله بشكل غير عادي. تضييع الفرص بتركب عليك الفرقه الثانيه، تدي دايما احساس للفرقه الثانيه ان النهارده يومهم والنهارده هيقدر يحرز فيك. كمان بيجي فيك اهداف بسيطه جدا وبسهوله غريبه. النادي الاهلي يعني طول على طول معودنا ان عشان يجي جون في النادي الاهلي ده يعني مش اي حد يجيب جون في النادي الاهلي. دلوقتي بتيجي نتيجه لغلطات ساذجه من لعيبه المفروض انها عندها خبرات. يا ريت سمير يجيب لنا الهدف بس يا كابتن. انت عارف يا كابتن حشيش هيجيبه لنا. انت عارف يا كابتن حشيش المشكله في ايه؟ احنا مش بنحمل لعيبه الاهلي ضغط. لعيبه الاهلي طول عمرهم راحوا ولا لسه هيجوا احسن لعيبه موجوده، عشان كده احنا بنبقى مستنيين منهم احسن حاجه هم اللي بيحطوا على نفسهم ضغط. عايزين بس نتكلم عن الهدف دي واحده يا كابتن حشيش. خلي بالك الهدف يعني هي شافت الناس، شوف ارجع للعبه من الاول، ارجع بس للعبه الاول يا سمير. بص تمركز حمود الخاطئ هنا، المفروض هو يكون راجع وشايف الباك ليفت من الاول والراجل يكون قدامه في صدره. هو لا، الكره اتعملت في مساحه اللي في ظهر حمودي واتعملت عرضيه. كولوبالي طبعا ما ينفعش ان انا اطلع وانا مدافع هنا يا كابتن حشيش في الحته طبعا، استحاله يعني في حته في مساحه خطر زي دي اضعف الايمان كورنر مثلا، لازم على جنب بره في حته بعيده، حته بعيده خالص بعيده. خلينا نتكلم على الاهداف يا سمير، لسه هنتكلم ونناقش الحالات. خلينا نتكلم على دور سيد عبد الحفيظ اللي كان النهارده عمل حاجه مش عارف حضراتكم خدتوا بالكم منها ولا لا. بين الشوطين نزل بلال لقى حد من فريق جيما الاثيوبي بيتكلم مع الحكم، فراح نازل على طول. خدت بالكم منها؟ نزل على طول قال له انت توك توك توك، لو تخلي بالك من كلامه انت توك. فالحته دي بتبين قد ايه سيد بيهتم بكل كبيره وصغيره، مش عايز اي حد ياثر على الحكم. عشان كده الحكم زي ما انت قلت تحديدا كان ماشي كويس قوي. طبعا يعني وده دور يعني وده الدور اللي موجود لمدير الكوره طبعا، الدور الاداري.
وسيد عنده خبرات كبيره جدا في الحته دي وعارف ان الحكام في افريقيا برضو بيتاثروا طبعا بعض الشيء، ممكن الحكم عنده شويه يعني متاثر شويه مع اصحاب الارض مع اصحاب الارض، ممكن شويه فاول يعديه، ممكن تسلل تلاقي اللاين مان برضو يعني اخذ يعني لو ولا لا خلاص يمشيها ما يحسبهاش يعني، فدي حاجات بتحصل في افريقيا واعتدنا عليها. بس انا عايز اقول لك برضو ان الحكام الافارقه بقوا متميزين جدا، بقوا متميزين بشكل كبير جدا. بس في الادوار النهائيه الحكم برضو بتاع المباراه اللي فاتت هنا في القاهره كان برضو حكم متميز بالزبط. ما بيحسبش اي حاجه يعني، مش اي حاجه يصفر عليها، بيدي الادفانتج على طول. وحكم النهائي الافريقي بصراحه كان متميز جدا جدا الحقيقه. كامل الافارقه الحقيقه بقى عندهم تفوق غير طبيعي، لياقتهم البدنيه بتسمح لهم داخل الملعب انه يشتغل كويس. يا رب دايما بتلاقيه متواجد جنب الكوره، دايما قراراته سليمه، دايما الحكم اللي تلاقيه عنده لياقه بدنيه جيده جدا تعرف ان قراراته كلها او 90% من قراراته تبقى جيده جدا خلاص، لانه دايما بقى قريب من الكوره يا كابتن، ما عندوش مشكله في الحته دي. انما لما تبقى بينك وبين الكوره 30 40 متر هيبقى صعب جدا تاخد القرار، ولو خدت القرار هيبقى قرار مشكوك فيه. كمان اللي انا بشوت بيهم النهارده برده الاثنين لاين مان يعني ادائهم النهارده برده جيد جدا، مفيش قرارات مغالطه، كل حالات اعتقد ان كل حالات التسلل كلها حالات صحيحه جدا 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 تمام، واللي سابها برده قرارات صحيحه جدا سواء اذا كانت للنادي الاهلي او لجيما. النهارده برده وجود سيد في الحته دي وهكمل لك عليها، في تسلل علينا، في تسلل علينا كان يجي فينا جون. ما انا جالك الشوط الثاني، الشوط الاول الشوط الثاني في واحده برده ناحيه الشوط الاول كان التسلل كان يجي فينا جون. اللي اتلعبت من الحارس ولا انا واحده؟ لا اللي اتلعبت حد يعني مش فاكر كمين لعبها للفرود، كان كوليبالي وهو وحطها في بص الكاميرا برده تصويرها صعب شويه. لا كانت باينه، انا شايف الكره دي، انا ما شفتش باينه منها، شايفها لا كنت شايفها، لكن تعالى يا سمير نجيب الجول من الاول علشان نشوف نفس اللي عمله كوليبالي يا اسامه، نفس اللي عمله كوليبالي الكره دي بالظبط. شريف اكرامي عملها قبل ما الهدف يجي، شريف اكرامي ناداله دي لقطه سيد اهي، دي حاجه مهمه جدا جدا، توك 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 فعلا دي حاجه مهمه جدا يا بلال يا اسامه كابتن حشيش. لا هو كان في كلام من الجهاز، اكيد الجهاز الفني لفريق جيما متابع من بره عاملين يضغطوا على الحكم، هو جري عشان الحكم ما يتاثرش. فاكيد ده دور برضه استاذ ابو حفيظ انه يروح يحس ان في طرف ثاني موجود برضه. طبعا تمام صح، يعني ده بس الحكم النهارده لازم صراحه نشيد بيه يعني، هايل الحكم الصومالي صراحه الطب بتاعه قبل الهدف يا اسامه. كوليبالي طلع كوره بس العكس، طلعها فشريف اكرامي بعد ما الكوره قال له طلع الكوره لبره، طلع الكوره لبره. الكوره كان فيها طبعا اول من كريم نيدفيد كان فيها بدلك، كوليبالي كان صعب جدا بقى كابتن حشدي الكوره دي. انا مش عايز احمل كوليبالي كل حاجه بصراحه، بس يعني انا مش عارف. بص انا عايز ارجع للهدف من الاول. ارجع يا سمير، يا ريت يا سمير ترجع للهدف من الاول وهي بتبتدي من ناحيه الشمال. تعالى بص ده الباك ليفت اللي طالع هناك، احمد حمودي بدل هو تمركزه وبدا يروح بالوش يبقى هنا في تمركز غلط، لازم ارجع واحط الباك ليفت اللي هو من مهام احمد حمودي، يبقى في صدري، يبقى شايف الكوره وشايف الراجل. هو كده بيجري وراه، بدا بدل بيجري كده بوشه ناحيه شريف اكرامي، يبقى كده في تمركز من الاول غلط. اتعملت بالعرض سليف كوليبالي، ما ينفعش ان انا احط الكوره في المساحه دي، لازم يا كابتن ميدو وكابتن حشيش طبعا هيكلمنا كم مساك، لازم الكوره دي في المدرج طبعا، او لازم في حته مساحه بعيده عن منطقه الخطوره طبعا بالزبط. لما راح يقابل صعبه جدا الرؤيه على شريف اكرامي في مساحه ضيقه، اللف والراجل واخد القرار في الزاويه البعيده. تمام اتفضل يا كابتن حشيش. هو طبعا الكره لما اتلعبت يعني كوليبالي حاجه من الاثنين، يا اما انت خلاص انت قررت انك تلعبها بدماغك لانها واطيه شويه، فعشان واطيه مش هتطلع عاليه في اي حته فعلى الاقل مثلا كورنر او في حته بعيده او يبقى عامل حساب الكور دي رايح لها برجله، مش دايما حضرتك بتقول للناشئين طلع الكره لفوق لفوق. هو عشان الكره كانت واطيه واختار انه يلعبها بدماغه من تحت فاستحاله تطلع عاليه، فهو حاجه من الاثنين، خلاص انت قررت تعملها بدماغك وهي واطيه يبقى تلعبها في حته بعيده حتى لو طلعها كورنر، او تبقى عامل حسابك انك تطلعها برجلك هتديك افضليه او تقدر انك تطلعها في اي حته بعيده. هو طبعا في الكوره دي طبعا اتردت في ال 18 لواحد جاي حتى لعبها لزميله اللي هو بالظبط على ال 18 او على نقطه عشان كوليبالي صح الجزاء ملحقش في نقطه بقى مش عارف هل رد فعل شريف كان ممكن يبقى اسرع ولا الكوره كانت صعبه؟ يعني مساحه صغيره مساحه صغيره قريبه هات هنا يا سمير يعني المساحه اللي اتشاطت بص يعني بص والرؤيه برضو يا كابتن وانه ينزل بسرعه صعب كره سريعه. انا بس عندي
عندي وجهه نظر برضو. معلش لو هتعيد الكره من عيد الكره تاني يا سمير للكابتن بلال. شوف يعني الكره هنا انا بس بلوم شويه على اثنين بتوع نص ملعب يعني هشام محمد وعمرو السوليه. النهارده الكره اتلعبت من ناحيه الشمال الباك ليفت راح. انت النهارده كاثنين لعيبه موجودين في نص ملعب يا كابتن يعني الطبيعي جدا انك بترحل برضو يعني طبعا. حمودي لو موجود صحيح. مهمه لعيب نص ملعب في الحالات الدفاعيه انه يغطي على اللعيبه اللي بتلعب تحت الفراوله ده وضع طبيعي. المفترض النهارده اللي بيقابل في الحته دي خد بالك انت بتتكلمش من بعيد يعني احنا لو بنتكلم من النص ملعب كنا هنقول لا استنى فيها شويه لكن خلاص الباك ليفت لما يوصل للحته دي يبقى بطبيعه الحال الاثنين بتوع نص ملعب اكيد لازم واحد يكون بيقابله خاصه ان انت هو بيعمل سبرنت من نص ملعب واضح ان هو جاي فاضي واضح ان الكره هتتلعب له فواحد من عمرو السوليه وهشام محمد كان المفترض ان انت بتروح على الاقل تقفل عليه زاويه التمرير في الحته دي يعني انت بص الموقف بتاع عمرو السوليه وهشام محمد الاثنين في نص ملعب يعني الاثنين بعيد جدا عن الكور حتى لما الكره اتلعبت الاثنين برده ما كانوش مراقبين يعني انت خد بالك لو رجعتها ورا شويه يا سمير بعد اذنك ارجع ورا شويه كمان انت خد بالك يا احمد كمان في النقطه دي بص بعد ما تتلعب هتلاقي يعني بص هشام محمد والاثنين واقفين جنب بعض في الملعب صحيح يعني الاثنين ماسكين واحد الطبيعي بس يبقى عمرو السوليه بس يرحل شويه وهشام محمد ياخد المان اللعيب اللي اتلعب اربعه على اربعه كمان طبعا ترحيم يا احمد اربعه على اربعه ما ينفعش كمان بص في الحته دي بص كام اربعه ابيض معاهمش حد اهم والاربعه بتوعنا واقفين ازاي لو خلي بالك لازم برضو واحد من نص الملعب والكره بتتعمل بالعرض لازم انزل بسرعه صح. انزل بسرعه على ال 18 عشان اخد الكره الثانيه برضو عشان يبقى لانها لو تردد وفعلا طبعا الفاضي ده اللي جابها جول خلي بالك كابتن حشيش دي عند حمودي عانينا منها في ماتشات السنه اللي فاتت في افريقيا صحيح. كان في مباراه وفاق سطيف بداوا يشتغلوا على احمد حمودي من الناحيه الشمال ولما نقل ناحيه اليمين برضه اشتغلوا عليه احمد حمودي عنده وانت بتفقد الكوره وانت في الناحيه الدفاعيه وبقى عنده سوء تمركز شويه دايما رجليه عايزه تاخده ان انا هاجم أيوه. طبقها في الاول مكان الصح عشان الباك ليفت ما يسرقنيش وياخد في المساحه اللي في ظهره هو خلي بالك لو راجع وواقف صح شاف الكوره شاف رجله خلاص مفيش مشكله صحيح بس خد بالك ساعات يا اسامه يعني ايوه هي في ظروف لعبه يبقى في ظروف لعبه المدير الفني خد بالك وبعمل حسابه برده في الحته دي فبيدي تعليمات ساعات للتنص ملعب ممكن ترحل ترفع شويه ورا حمود فاهم هو لعيب عنده سرعه ولعيب عنده مهاره وقليل شويه في الحته الدفاعيه انت عندك برده النهارده ميسي برده ما بيدافعش مشان يعني مع اختلاف المقارنه زي الوضع يعني. عندنا لما بيبقى معلول بيلعب ناحيه الشمال على اساس هو طاير على طول فبيبقى في واجبات اساسيه للراجل الديفندر من ناحيته ان هو مثلا لازم يبقى هو يعمل عمليه التغطيه دي تبقى مهمه جدا خد بالك يعني انك انت تعمل يعني توليفه جيده من اللعيبه وتدي مهام مختلفه شويه وتدي مهام زياده شويه للعيبه نص ملعب دي بتبقى في بعض المرات مطلوبه جدا يا ميد النهارده مثلا انت عارف ان امكانيات حمودي هي دي الامكانيات اللي موجوده عنده لعيب بيهاجم لعيب عنده سرعه لعيب بيحب يلعب في الحته اللي قدام لا الحته الدفاعيه بتاعته قليله شويه فبتدي مهام شويه لعمرو السوليه ان هو يرحل دايما في الحته اليمين بالزبط. خاصه هقول حاجه مهمه جدا ان انت فريق جيم واضح من بدايه اللقاء ان هو بيلعب على طرفين الملعب. يعني ما بيحاولش يستغل قلب الملعب خالص غير في الكرات بس الطويله هو بيلعب على طرفين الملعب فواضح جدا جدا من اول دقيقه في الماتش ان هو بيحاول يرحل ويلعب الكره العكسيه لناحيه الشمال او ناحيه اليمين لو بيحضر من اليمين بيلعب شمال لو بيحضر من الشمال بيلعب يمين فانت بطبيعه الحال ان انت بتدي تعليماتك لاثنين بتوع نص ملعب دايما حته الترحيل حته المسانده عشان كمان لو واحد ضد واحد يقدر يبقى عندك التغطيه بسرعه يعني معرض جدا ان حمودي يروح واحد ضد واحد يترقص صحيح. مين هيكمل مين هيكمل معايا لازم واحد من نص ملعب هو كده كده لازم يحصل خطا بس انا بتكلم ايه في حجم الخطا انا بتكلم هي كوليبالي واضح انها مش ماشيه معاه يعني خلاص لو هو التوقيت كمان مهم الدنيا يعني لا اسامه بتكلم في ابسط حاجه في الحاله الدفاعيه انت تطلع الكوره زي ما قال الكابتن محمد حيش طلعها فوق طلعها برجلك هو نزل الكوره قوي وراح حاططها في للي جاي في نفس اتجاهها تعالى في نقطة تعالى نشوف كابتن محمد يوسف المدير الفني النادي الاهلي مع الزميل كريم احمد كريم اتفضل يا كريم كل التحية ليك يا كابتن ميدو برحب بيك من جديد وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان سريعا الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي الهدف اتحقق كابتن يوسف زي ما اكدت وقلت 180 دقيقة مباراة في القاهرة ومباراة هنا ظروف كانت صعبة جدا وما بتحبش تتكلم على الظروف لكن حابين نتكلم عليها لان احنا تعبنا موضوع نقص الاستوديو ده بشكل كبير جدا واللعيبة يمكن كنا عازرينها قبل المباراة حطينا في الاجواء كابتن يوسف وبارك لك اولا على المباراتين بشكل عام الله يخليك الحمد لله طبعا تأهلنا لدور المجموعات والاول بمس على ميدو طبعا وضيوفه عايز اقول حاجه ارجع تاني لل 90 دقيقه اللي كانوا في القاهره انا برضو خلي بالك الذهاب وعوده ما ينفعش تتعامل مع 90 دقيقه لوحديهم
يمكن ميدو كان حتى لاحظ ان انا كنت يعني مش عايز اقول حزين بس ما كنتش في احسن حالاتي يعني، لان كنت اتمنى ان في المباراه الاولى، لان انا عارف الاكسجين هنا وعارف ارضيه ملعب استاد اديه صباوه هنا صعبه والموضوع صعب وانا عارف، عشان كده كنت اتمنى ان احنا 5-6 فيبقى انت يعني الدنيا تبقى لكن في نفس الوقت انا بقول طبعا بشكر اللعيبه جدا لانه لعبوا بروح عاليه جدا. الشوط الثاني كمان بالتحديد قدرنا ان احنا تغيير ازار وخرجنا خرجنا حمودي ادى بشكل كويس جدا، كلهم ادوا بشكل كويس جدا، لكن ازار ادانا تواجد في المناطق الدفاعيه بتاعت فريق جيما، ويعني لحت لنا اكتر من فرصه كنا ممكن ان احنا نجيب هدف او هدفين كمان تخلص بيهم المباراه، لكن الحمد لله الحمد لله هم الشوط الثاني تواجدوا في المناطق الدفاعيه عندنا، وده طبيعي جدا لانه طبعا لازم يضغطوا علينا، لكن ما اعتقدش فيه فرص اكيده يعني زي الفرص اللي جات لنا. احنا جات لنا فرص اكيده، كلوبالي في الستة ياردة، الكره بتاعت ازارو اللي بدماغه يعني، الكره الانفراد اللي حطها اسلام محارب لازارو، يعني في كذا كره، لكن الحمد لله انا بقول الهدف تحقق في ظل طبعا عندنا اصابات كتير. خلي بالك انا النهارده جايب علي معلول وجايب احمد فتحي مش هيشتركوا يعني، مجرد بس عشان ما نبقاش قاعدين 13 او 14 لاعب بس، عاشور رقم برضو متواجد معانا، لكن هو يعني عارفين من الاول ان هو مش هيلعب لا هو ولا ازارو ولا سوري ولا احمد فتحي ولا علي معلول بس. فالحمد لله انا بقول ميدو ادى بشكل كويس لما نزل، كل المجموعه بصراحه ادوا بشكل كويس. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن، نتمنى المصابين هيرجعوا بقوه اكتر مع التدعيمات، ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن ان شاء الله الايام اللي جايه. مطلوب ايه من اللعيبه كابتن يوسف الفتره اللي جايه؟ يمكن كنت بتكلم مع كابتن سيد، المطلوب كتير، مطلوب تحديات كتير وصعوبات كتير ومطلوب تركيز كبير كمدير فني بقيمه الكابتن محمد يوسف، مطلوب ايه الفتره اللي جايه كابتن يوسف؟ مطلوب ان احنا نرمي ورا ظهرنا كل انجاز وكل مباراه بتاخد 3 نقط فيها. النادي الاهلي مطالب بكل مباراه يفوز، يلعب حلو، يؤدي بشكل جميل، يمتع الناس. فانا دايما بقول للعيبه وحتى قلت لهم استمتع باللعب والعب بدون ضغوط وطلع الكره اللي عندك. احنا بنلعب الفتره اللي فاتت بنلعب ماتشات، سيبك من النهارده برضو يمكن الشوط الثاني بدانا نمسك الكره ونقلنا، بس طبعا عمرنا ما هننقل بالشكل اللي احنا عايزينه، لان طبعا ارضيه الملعب مع الاكسجين هتفرق بشكل كبير جدا. لكن انا بقول ان احنا عندنا كره كويسه وعندنا يعني بنطلع انتاج كويس لما بقاش لما كل واحد بيلعب في ال 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 الاطار او الواجبات اللي محدده ليه وبدون ضغوط وبدون اي يعني ما يبقاش يعني ايه مشدود يعني. بس غير كده انا شايف ان احنا ادائنا بشكل كويس، ماشيين بشكل كويس تصاعدي، ان شاء الله نقفل الملف ده بقى ونبدا نركز في الدوري ومستر مارتن يرجع لنا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى ماشيه كويس ان شاء الله. حاضر النادي الاهلي غلق الصفحه كابتن يوسف بقى بكل ما فيها النهارده، وعندنا يمكن تلاحم بقى الداخليه والمباراه الجايه خلاص يا كابتن. طبعا هتبدا تخش على الدوري بقى خلاص، احنا حققنا الهدف دخول دوري المجموعات ودي مهمه جدا، لان النهارده اللي كان لا قدر الله لو كان حصل اي نتيجه كانت برده هتبقى كبوه ثانيه، وانت لسه طالع من كبوتين قبل كده، فطبعا هيبقى فيها صعوبات شويه، لكن الحمد لله النهارده انا شايف ان اللعيبه رجاله وادوا بشكل كويس وناخد منها درس. برضو مش عايز انا اطلع من المباراه كده ال 180 دقيقه وعدوا وخلاص، اخد منها درس. لما يتوجد لك مباراه زي اللي كانت في برج العرب بفرقه بالشكل ده لازم كنت تخلص عليها، وده اللي اتعلمناه من الفرق في اوروبا. لما بتيجي تلعب فرقه وبتشوف ان المنافس بتاعها مش في حالته في اليوم ده ما بيستناش 3 4 5 6 ما بيرحمش، فده اللي كنت اتمناه في المباراه الاولى، فده درس كويس ان شاء الله نستفيد منه الفتره الجايه احسن ان شاء الله. كابتن ربنا يخليك، شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ده كان كلام محمد يوسف. احنا كنا بنتابع النتائج بتاعت النهارده ان شاء الله يوم 28 قرعه دوري الابطال، ان شاء الله يكون النادي الاهلي في مجموعه او حتى بقى مهما كان الاسماء ايه. لكن محمد يوسف لما شفنا محمد يوسف بعد مباراه الذهاب كنا كسبانين 2-0، محمد يوسف طلع المؤتمر الصحفي كان زعلان جدا جدا. هو وضح دلوقتي كان زعلان ليه، هو كان عارف ان في اجواء صعبه جدا تقابل لاعب النادي الاهلي، لكن احنا بنتكلم احنا كنا زعلانين عشان مش عايزين النادي الاهلي يتضغط لاخر ثانيه في المباراه. اتفضل يا كابتن حشيش. طبعا يعني كلام يوسف طبعا 100%. دلوقتي مفيش حاجه اسمها بقى فرقة ضعيفة وفرقة قوية،
احراز الاهداف وانتهاز الفرص والتمسك بانصاف الفرص وبالاهداف في مباراتك وانت على ارضك بيفرق معاك جدا. شفنا النهارده أكيد. انت الفرقه دي تكسبها هنا 5-6 النتيجه اللي حصلت وكان الماتش متعقرب لغايه اخر ثانيه. فطبعا التمسك بالفرص واحراز الاهداف على قد ما تقدر هنا بيديك ديفنس كبير قوي هناك مع الاجواء اللي احنا شفناها زي الاجواء بتاع النهارده. بالظبط. هي في نقطه حتى النهارده بس عايز يعني اتكلم فيها، التغييرات ومنهم التغيير الثاني بتاع ناصر ماهر. يوسف قال دلوقتي ان من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده، هو فعلا كان من احسن اللعيبه. طب سبب التغيير وكان في الدقيقه 74 ده كنت اسالكم فيه، وتلت ساعه فاضل بالوقت الاضافي مثلا يبقى تلت ساعه، مع ان في الوقت نفسه كان اسلام محارب بيشتكي من شد او كرامب او كده، فهو ليه اختار ناصر ماهر؟ كانت فرصه مع الضغط الكبير قوي بتاع فرقه اثيوبيا ان انت تقدر تلاقي عندك بلاي ميكر او صانع العاب ممكن يعمل واحده لازارو، ازارو اللي نازل الشوط الثاني مستريح، كان ممكن كان في مساحات كتيره كان ممكن يقدر ان هو يعني يحرز منها حاجه، وكان على الاقل يديك نوع من الاستحواذ في الفتره اللي انت مضغوط عليها. حد لما يكون صانع العاب والراجل بتاع كوره لعيب كوره كويس في الملعب بتلاقيه برده لما بياخد الكوره ممكن يا يعمل لك واحده يا اما ياخد فاول تبني عليه وتطلع وتخفف الضغط. فانا مش عارف سبب التغيير بتاع ناصر ماهر بالتحديد. كان المفروض، انا في رايي كان المفروض اسلام محارب او مروان او مروان في البدايه. يعني ايه رايك يا بلال؟ بص، هو ساعات يعني ساعات المدير الفني بيبقى له تفكير شويه مختلف يعني عن اللي احنا بنفكر بيه، لكن انا شايف ان هو الفكره ممكن تكون من تغيير محمد شريف ان هو عارف ان هو عارف كمان ان طرفين الملعب سيئين جدا، وعارف ان هم ابتدوا خلاص يهاجموا بكل بالباكين بتوعهم، وعنده في عنصر سرعه موجود محمد شريف ده ممكن يستغله في الكرات الطوليه السريعه. تمام. ومحمد شريف يقدر يا كابتن بالسرعه بتاعته يقدر يهاجم بسرعه ويقدر يرجع كمان بسرعه، السرعه بتاعته تفيد في التوقيت اللي زي كده. انت بتتكلم برده خد بالك ان هو كمان انت جه في الجول فانت عايز برده تسجل هدف وفي نفس الوقت تحافظ برده ان ما يجيش فيه الجول ثاني. فالنهارده هو ممكن يكون الفكره من تغيير اسلام محارب، خلاص هو ممكن ما يكونش خلاص محتاج ناصر ماهر لان خلاص مش عايز يعمل عمليه الاستحواذ. خلاص يا كابتن، يعني النهارده في دقيقه 74 خلاص انت مش عايز تسيطر على الملعب، انت شايف فرقه جيمي هالي سيطرت على الملعب بشكل كبير، فالنهارده عايز تستغل اطرافك والسرعه الموجوده عندك. عشان كده احنا قلنا الاثنين اللي ممكن ينزلوا هو وليد ازارو ومحمد شريف، وده اللي حصل. وليد ازارو نزل عشان يلعب ناحيه اليمين ومحمد شريف نزل عشان يلعب ناحيه الشمال، وكان عايز يستغل السرعه بتاعتهم ويعتمد على مروان محسن في القلب الكرات العرضيه اللي ممكن تجي له من محمد شريف او من وليد ازارو. هي دي الفكره اعتقد اللي فكر بيها كابتن يوسف يعني فاهم. قال لك انا ممكن الحته بتاعه القلب الملعب دي مش محتاج فيها حاجه، انا محتاج اثنين ميد فيلدرز يدافعوا فيها بشكل قوي جدا، ولكن محتاج اثنين اكتر على اطراف الملعب يقدروا يكون عندهم السرعات ويكون عندهم المهاره واحد ضد واحد. احنا شفنا اكتر من كره راح بيها وليد ازارو، وشفنا كره اتلعبت ناحيه اليمين لكن تباطأ في الاخر خالص. طب هل اتاخر في تغيير مروان شويه؟ لان مروان بذل مجهود كبير الشوط الاولاني سبرنتات وموزعش مجهوده كويس، فشفناه ان هو نزل يعني المستوى البدني بتاعه نزل الشوط الثاني يمكن بعد 10 دقائق، فكان ممكن برضو التغييره تبقى قبل كده شويه. والله يا كابتن ممكن يعني انا ما يعني معاك في دي برضو يعني بس خد بالك هو دايما المدير الفني بيبقى يعني بيحسب ان انا ممكن حد يتعور، حد ممكن لا ممكن يجي فيك جون تاني بالظبط، حد محتاج انت عايز اثنين فراوده. خد بالك ما انت محمد شريف يعني وليد ازارو ممكن يقوموا بالحته دي، ولكن برضو التغييرات الاضطراريه اللي في الاخر دي خد بالك المدير الفني ساعات بيعمل حسابه عليها، خاصه انت مش خسران اثنين انت خسران واحد بس. فممكن يكون حته ان انا متاخر شويه في مروان محسن ان انا برضو مش يعني مستني لا قدر الله ممكن حد يتصاب حد يتعور فيبقى عندي بديل اقدر اشتغل بيه. وكمان هل ممكن ان انا لما هنزل مروان محسن لما اغيره يا كابتن هل هنزله بواحد مهاجم ولا احط واحد مدافع مكانه؟ ما ممكن يكون التغيير ايه عشان كده انا بفكر خلاص بالظبط ممكن انزل واحد يقف لي يدافع في الحته دي. هو لو كان خرج مروان محسن يعني بدري قوي كنا لو دخل الهدف كنا نقول خلي مروان محسن يبقى اثنين فراوده اسامه ممكن يكون كان حاطها في الحسبان كده. هو في بدايه الشوط الثاني لما نزل وليد ازارو مكان احمد حمودي كابتن يوسف يعني ساعه في الوقت ده قال لك مش هقدر ادافع ال 45 دقيقه في الشوط الثاني، فعايز يدور عن هدف تقدر خلاص تقتل بقى بيه المباراه، فكان ده الهدف من نزول وليد ازارو مع مروان محسن تنشيط الناحيه الهجوميه يبقى عندك الكثافه الهجوميه. فضل فعلا ازارو هيجيب هدف جت الفرص وظهرت فرص لكن ما قدرتش انك انت تحقق. لا في الاخر بقى
حب يقفل اطراف الملعب اللي هي دي بقى خطوره جيما من عن طريق ليبري رقم 12 ورقم 17 ونزول طبعا مامادو سيدي بي رقم 7 فبقى الخطوره كلها انه كل الاطراف كريم ندفد بقى بيضم اكتر للعمق فساب الطرف ايمن اشرف في كذا كره اتلعبت من ورا ايمن اشرف ناحيه سليف كولوبالي في كذا كره خطر فحب بقى يقفل الاطراف انك تبدا بقى تنزل ميدو جابر خلاص يبقى انت طرف من ناحيه الشمال ومحمد شريف تقفل بقى اطراف الملعب وخلاص انت العمق انت عندك هشام محمد والسوليه مش محتاج انك بقى تلعب على الاستحواذ ان كمان الملعب مش هيساعدك ان الاستحواذ زي ما احنا شفنا على مدار 90 دقيقه مش قادر انك تنقل كل ما تشتغل الصعوبه بتاعت ارضيه الملعب الصلبه الكره بتفضل تطب يعني فانت النهارده بدات تشتغل على الاطراف وتشتغل على الكره الطويله اللي بقى هيمتاز بها وليد ازارو عكس مروان محسن كمان انه يقدر ياخد في مساحه في حاجه ثانيه يا اسامه برضو انا يعني حسيتها برضو يمكن من نص الشوط الثاني ان كان في جاب كبير قوي بين مروان وازارو ونص الملعب والمدافعين جاب كبير قوي كان يعني بلال كانت باينه قوي يعني هل الناس كانت لازم تطلع شويه ولا خافوا من السرعات يبقى في مساحات في ظهرهم لا مش خافوا ممكن الاجهاد يا كابتن الحاله البدنيه مش قادر مش قادر يطلع يشتغل على مساحه الملعب كله فعشان كده يعني ما انا قلت لك يعني هي القصه كلها كانت في عمرو السوليه وهشام محمد ان هم خلاص مش قادرين عارف المجهود الكبير يطلع بعد الكبير برضه صحيح النفس والتعب طبعا والتعب في ناس مشكله كبيره جدا لان احنا بنتكلم في قله الاكسجين يعني مهولين دول مش طبيعي لا الموضوع صعب قوي يا جماعه قوي هم حافظين الدنيا عايشين حياتهم بالنسبه لهم عاديه جدا لكن انت بتروح يعني هو بالنسبه لهم عاديه جدا بدليل ان الراجل ما استفادش بالتغيير الثالث بتاعه وسبرنتات يعني ولغايه هو كمان متاقلم على الملعب يعني بتلاقي بينقل الكره بسرعه وبتحرك والكره برغم ان في صعوبه هو متعود خلي بالك برضو اللي ساعد ان بدا النادي الاهلي يبقى عنده تحفظ والخوف ده شويه والناس ما تطلعش الهدف اللي دخل هدف توقيته صعب جدا انت لو قدر كان دخل فيك هدف تاني كانت الامور صعب جدا فانت عايز تهاجم مش ناس الوقت محافظ والناس واقفه يعني عايزه تدافع الهدف توقيته كان صعب جدا صحيح. طبعا وكان لازم يبقى في تركيز اعلى شويه في التوقيت دوت خاصه يعني التوقيتات بتاعت بدايه المباراه نهايه الشوط الاولاني بدايه الشوط الثاني دي توقيتات لازم يبقى اللعيب في كامل تركيزه مليون في الميه اعتقد ان محمد يوسف نجح في مأموريته تماما يعني خلاص انت بتتكلم لاعب حوالي 7 مباريات اسامه تقريبا سامح حافظ 7 مباريات لاعب اول ابتدى بمباراه المقاولين بس بعد كده 4 مباريات دوري كانوا بتروجيت وجونه وطلع الجيش والنجوم بالظبط بعد كده الماتشين بتوع جيمال 7 كسب 6 كسب 6 واتغلب 1 طبعا غلب 2 يعتبر يعني فوق 90% نسبه فوق 90% ما خلي بالك مهم جدا انت بتحسب الماتش الاخير ده كان يعني مهم جدا انك تدي المدير الفني يعني بقى خلاص تسلموا الموضوع وانت الامور كويسه عكس ما بيسلم الامور كمان كشخص كمان مبسوط ان انت انجزت في مهمه صعبه جدا وفتره صعبه جدا فتره كان النادي الاهلي بيهتز فيها ومحمد يوسف رجع بسرعه جدا حتى النهارده في اسوأ حالات النادي الاهلي لكن صعد لدور وما عندوش وقت كمان يغير الطريقه او الاداء او خالص لان الماتشات متلاحقه يعني فما كانش ممكن يقدر يغير يعني انا بس هتكلم على ناصر ماهر ميدو ناصر ماهر من اللعيبه الجيده جدا عنده كره كويسه جدا عنده امكانيات لعيب كبير ان شاء الله مشروع لعيب كبير باذن الله في النادي الاهلي لكن ينقصه بس حته اللعب على الجول ماشي ينقصه بشكل كبير يعني فاهم قصدي اللعيب اللي بيلعب في المركز رقم 10 ده او اللعيب اللي بيلعب تحت الفيرود في حاله عدم وجود فيرود ثاني ده من ضمن المهام الرئيسيه بتاعته انك انت لازم تكون موجود في ال 18 اوقات كتير جدا انت لازم تشتغل على الجول بشكل كبير جدا انك انت لازم تعمل عمليه الربط ما بينك وما بين السنتر فيرود بتاعك بصفه دائما مش بس انك بتغير الملعب او بتلعب على اطراف الملعب في طريقه 4 2 3 1 اللعيب اللي بيلعب تحت الفرود ما بقاش مطلوب منه كتير انك تلعب على طرف الملعب انا بشوف ناصر ماهر بيطلع بيروح على الاطراف يروح شمال صح. ودي حاجه مهمه في بعض الاوقات لكن في معظم الاوقات اللعيب اللي بيلعب رقم 10 في 3 4 2 3 1 دايما لازم يربط نفسه في حته ان انا بلعب كفرود ثاني ده شغله مدرب بلاي ميكر وفرود ثاني انت برضه خد لازم الحته دي لازم يشتغل عليها بشكل كبير جدا شغله مدرب حسب المدرب بيقول لك ايه بس خد بالك انا برضه كلاعب تمام لازم ابقى فاهم وعارف واجبات مركزي طبعاً. مش بس المدير انا المدير الفني هيقول لك اكيد هات جول المدير الفني مش هيقول لك ما تجيبش جول ما تلعبش مع الفرق لكن انا كمان كلاعب بس المدير الفني يقول لك دافع يقول لك انزل تدافع مع تحت الكوره اوكي كل اللعيبه بتدافع لك اطلع على الكوره مفيش المدير الفني يدي لك مهام تسهل عليك انت الحاجات اللي حلو ده كلام جميل بس مفيش مدير فني ما بيقولش اللعيبه دافعوا
كل المدير الفني بكل مدير فني في اي فرقه مع اي تيم كبير او صغير بيحط مهام دفاعيه لكل لعيب. لكن انا بكلمك على البوزيشن، يعني انا بكلمك على لعيب بيلعب في مكانه كابتن تحت الفيرود. انا النهارده لما اجي احكم على لعيب بيلعب تحت الفيرود لازم احكم عليه من حاجات كثيره مهمه جدا. ان انا النهارده يعني كم اسيست انا عملت النهارده في المباراه، كم تصويبه على الجول، هل انا سجلت وما سجلتش. اوقات كثيره جدا بشتغل في بشتغل على نفسي في الحته دي، لازم اقيم نفسي في المكان ده. مش ما بقيمش نفسي انا كلاعب بلاي ميكر بس، انا ما بلعبش 4 4 2 بالطريقه التقليديه، واحد ميد فيلدر واحد قدامه. كلام مهم. فبالتالي انت عمال تعمل يعني لونج باسز ثرو باسز، انا بتكلم على في قلب الهجوم. لعيب فيرو لو قيمت ناصر صح بلال، انا في رايي لو قيمت ناصر ماهر المباراه اللي فاتت هتلاقيه عمل نفس الحاجه اللي بتقول عليها بالظبط. صح مظبوط. بس خد بالك، وضيع فرص كلامك يا بص بقى، انت عايز تحكم بقى على ناصر ماهر، اتفرج على هايلايتس اللي احنا بنتفرج عليها لمده 3 4 دقايق دي. تمام. لو ملوش كرات مؤثره يبقى في حاجه غلط. النهارده لو هو كل كره مشارك فيها حاطط مثلا باص مؤثر لواحد راح انفراد او جاي من تحت ومسدد، يبقى لا، يبقى ناصر ماهر فعال على جول، يبقى هو شغال صح. هو ده المحصله بتاعته. انت عايز الجد بقى، انا رايي الشخصي يعني اتفضل يا كابتن، النادي الاهلي عايز صانع العاب في نص الملعب. يعني ايه في نص الملعب؟ زي ما اسامه وبلال بيقولوا، مش يعني ناصر ماهر بطبيعته عايز، هو بيجيد الحته دي، عايز يرقص روح على الطرف اليمين الطرف الشمال، عايز يكمل. انت عايز واحد يلاعب الناس دي كلها. بس خلي بالك يا كابتن، لا انا اعترض على طول، اعترض على طول. ناصر ماهر احمد حمدي في الاهلي لسه اول سنه سنين مع الاهلي. شوية النهارده شوف اللي احنا النقطه اللي بنتكلم فيها، عبد الله السعيد بدا ينطق بعد 3 4 سنين. انت مش واخد بالك، بدا يحط رجله في الملعب، مش واخد بالك. ماتشات كتير، انا ما بشككش في قدراته، بالعكس قدراته جميله جدا وحلو. بس انا يا اما يغير المدير الفني، يغير من طريقه لعبه شويه، ان هو يهتم بنص الملعب، يلاعب الناس. طب اقول لك على حاجه، من هنا وياخد من هنا. هي دي، انت عارف بقى لعيب نص الملعب ده مهم ايه؟ مهم الوقفه بتاعته، وهو لما الكره بتجي له انه يستلم ازاي في نص الملعب. انا ممكن بس اتكلم على دي بعد اذنك يا كابتن. يعني انت هات الكره الباص راح كمل. لا بص بعد اذنك بس هاتها من تاني برضو. انا برضو من ضمن الحاجات اللي بلومه عليها فيها، مش يعني انا اثني عليه انه جاب جول كويس. لكن في نفس التوقيت يا كابتن، بص، انت اللي عملت الثرو باس، انت اللي عملت الهجمه حلو. لكن كان طبيعي جدا انت كلاعب بتلعب فرو التاني في بعض الاوقات انك تكمل جوه ال 18. يعني في سبيس كبير جدا ما بين الكره وما بينه، لو في مدافعين واقفين صح الكرة دي مش هتخش الجول. يعني معلش عيدها تاني يا سمير بعد اذنك. عيد يا سمير، بس هو اللي عمل السروب. ما انا بقول لك انت عملت، بس انت ما عملتش سوبر، انت عملت وتكمل. بص بس عملها بص بعد بره. بص الكرة بعد اذنك يا ميدو، بص هو عمل السروب باس خلاص، اعمل السروب باس خلاص. بص هو واقف، لا واقف خلاص، هو واقف كده خلاص، بيتحرك تروت، بيجري تروت خفيف، فاهم؟ اهو هو خلاص بيجري تروت خفيف، ترد خفيف. انا الطبيعي جدا لما اعمل حاجه زي كده اوكي لازم اكمل جوه ال 18. هي دي الحته اللي ناقصه ناصر ماهر. بس الكوره جت له فين يا اسامه؟ دي بقى الكوره جت له على ال 18 النهارده. انت النهارده يعني اول ماتش، اول موسم ليه مع النادي الاهلي، لعب مثلا سبع ثمان ماتشات وعليه ضغط كبير يا اسامه. اكيد ضغط كبير جدا، وعليه ضغط كبير النهارده. بس خلي بالك، بشوف ناصر ماهر كل مباراه عن الثانيه بيفرق، كل مباراه عن الثانيه بتحس ناصر ماهر ان ليه شكل وليه اداء وليه ليه بصمه دلوقتي في الملعب. بالظبط. انا عايز بس نتكلم في نقطه، طالما انتوا بتتكلموا في النقطه دي، انا كبلاي ميكر لازم يبقى عندي حد من الديفندرات بيكمل ورايا كويس قوي عشان لاعبني، لازم يبقى عندي حد من السردباكات عشان طلع الكوره كويس قوي من تحت، لازم يبقى عندي راس حربه بيتحرك لي، اطراف بيتحركوا لي بيقطعوا لي عشان اعمل لهم السرو باص. ده الكلام. فانت سهل لي حتى 50% من اللي انا عايزه، هتلاقيني انا بالصوره اللي انت عايزها. ولا ايه انت بص كمل بص يعني انا ايه المصري عارف حميدو، انا اقصد ايه اصلا؟ عايز تيم متكامل يعني. انا اقصد اللعيب اللي بيبقى في نص الملعب اللي الناس كلها بتدور عليه. في دايما لعيب في نص الملعب كده اما بتتزنق هو صاحب الربط في الملعب. انت فاهم ازاي يا حميدو؟ اي كوره بتيجي في الزنقه ببص للراجل ده، هو ده اللي عنده الحلول. انه بيلعب وبياخد تاني وبيلعب ثرو باص وبيستنى وبيربط بين الديفندرات وخط الهجوم. اللعيب التقيل اللي في نص الملعب اللي هو اغلب لعبه من نص الملعب، دايره السنتر، ده اللي انا اقصده. هو لما هو طبعا امكانياته طبعا ناصر واحمد حمدي اعتقد ان هم هيعملوا كده كويس. محتاجين بس محتاجين ماتشات كويسه، كم من ماتشات نصبر عليهم كاحمد حمدي وناصر ماهر، لا ان شاء الله يبقوا لعيبه واعده للنادي الاهلي نقدر نستفيد منهم لسنوات طويله ان شاء الله. لان انت فاكر رسامه برضو شايف الاثنين الديفندرات يعني غالبا في معظم الماتشات ما حدش بيكمل فيهم، سواء عاشور او السوليه عن استحياء لما بيكمل، فانت عندك اثنين اوريدي بيدافعوا.
فلازم الراجل اللي بيلاعب الناس. كابتن احنا مش عايزين نتكلم عن الماتش ده مقياس خالص، احنا بس بنتكلم ايه؟ لا لا احنا بنتكلم في الناس فاهمه احنا بنتكلم ايه. احنا مش عايزين لعيبه النادي الاهلي يبقوا مضغوطين لاخر سنه بالظبط. احنا مش بنوم على فكره، احنا مش بنوم، احنا نادي بس بوينتس كده صغيره تمام، تقدر من خلالها تطور ادائك بالظبط. مش حاجه، لا بالعكس. بتبص لي كده ليه بقى الاول؟ فهمني البصه دي. لا فهمني البصه دي حاجه من الاثنين، مش عاجبه الكلام ما انا اهو يا عنده اعتراض. قول لي قول لي. لا هو انا عارف عاجبني ياسين ميدو، مش واخد عليه ان هو بيفهم في الكوره قوي يعني. لا 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 استاذ كبير ميدو جميل. في الفاصل في الفاصل. طب يلا بسرعه نشوف النجم سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي مع الزميل العزيز كريم احمد. مرحب بك من جديد كابتن ميدو، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، الهدف اتحقق كابتن سيد 180 دقيقه خلاص، يمكن المباراه اللي انتهت، لكن على ما اعتقد النهارده حققنا الهدف المطلوب، قدرنا ان احنا نوصل للدور 16. بتشوف الاجواء ازاي؟ بتشوف الشكل عامل ازاي؟ انا اهم حاجه في الظروف اللي انا فيها دي هي الوصول. الحمد لله انا وصلنا. طبعا ظروف صعبه جدا، انت عندك ثلاثه حراس مرمى في القايمه، يعني عندك علي معلول وعندك احمد فتحي بالتاكيد لسه راجعين من اصابه، فقايمتك انت بتتكلم في خمسه من اصل 17 ولا حاجه، انت بتتكلم في 12 او 13 لعيب، لكن في النهايه الحمد لله، طبعا الحمد لله على المكسب، على الوصول لدور المجموعات، حسابات تانية بقى خالص وتواجد تاني خالص في مصر. ضيعنا فرص كتير جدا، حتى هنا ضيعنا فرص كتير جدا، لكن في النهاية مع كل الفرص ديت دروس ثابتة في كرة القدم، واحنا برضو لازم نتعلم منها. يعني لازم بره كمان يبقى بخيل جدا في الفرصة اللي بتجيلك، ما بتجيش كتير. النهارده حمودي جاي له اثنين، ووليد أزهر جاي له اثنين، وكولوبالي جاي له واحدة، وإسلام محارب جاي له واحدة، ومروان جاي له واحدة، وأنت تلعب بره أرضك يعني. لكن الحمد لله رب العالمين يعني. خلينا بقى نقفل الصفحة دي بكل ما فيها بقى، بكل الضغط الأعصاب اللي فيها والتوتر اللي فيه، ونبدأ مرحلة جديدة إن شاء الله الرحمن. عندنا مباراة مع الداخلية يوم 29، يهمنا إن احنا نواصل فيها انتصاراتنا وتواجدنا ان شاء الله الرحمن. وبعد كده ان شاء الله الرحمن بقى نبدا مرحله ثانيه خالص، سواء كان في الدوري او دوري المجموعات بالنسبه لافريقيا. عارف ان انت ما بتحبش العذاره يا كابتن، لكن الارض كانت سيئه جدا، كان واضح ان النادي الاهلي تكتيك يعني ما حدش هيفتكر، يعني انت بتفتكر التاهل بس. انا قلت لك الحمد لله، طبعا حتى لو كنا يعني كسبين في مصر ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، والنهاردة بتتعادل أو بتكسب، خلاص الهدف الأكبر اتحقق. الهدف بالنسبة لك إن أنا أوصل في ظل الظروف الصعبة اللي مرينا بيها والفرقة بتمر بيها زي ما قلت لك يعني، لكن أرض بقى، جو، نقص أكسجين، الكلام دي مبررات محدش هيفتكرها في التاريخ. لأن أنت هتقول سنة كذا الأهلي وصل، سنة كذا الأهلي ما وصلش، مش هتقول الأهلي كان بيلعب مين. التفاصيل دي كلها الناس التاريخيين أو الناس اللي بتدرس كويس ماشي هي اللي تقولها، لكن في النهاية عامة الناس أو الجمهور يهمها النتيجة، وده اللي حصل الحمد لله النهاردة. أخيرا مطلوب إيه من اللعيبة الفترة اللي جاية يا كابتن سيد؟ يعني مرحلة صعبة جدا، مش عايز أقول لك يعني عدينا فيها بشكل رهيب جدا، لكن في النهاية الى حد كبير حققنا مكاسب كويسه، وصلنا لدور ال 16 في المجموعات. هنبدا بشكل مختلف لحساباته ثانيه، والبطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، مرحله اولى وبعدين مرحله مجموعات ثم مباراه الثمانيه والدور قبل النهائي والنهائي. عندنا تحديات صعبه جدا سواء كان محليا او افريقيا، لكن برضه هرجع اقول ثلاث نقاط رئيسيه وحتميه، لعيبه مميزه، لعيبه راجعه من اصابات، لعيبه بيتم تدعيمها، الشكل هيبقى مختلف ان شاء الله الرحمن. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي على هذه التصريحات. زي ما اكد الكابتن سيد، المرحله القادمه هي الاصعب، تلاحم مباريات قادمه كابتن ميدو، لكن الحمد لله تحقيق الهدف المطلوب. مستمرين معاك كابتن ميدو مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وان شاء الله خلال لحظات يكون معنا الكابتن محمد يوسف وايضا كمان لاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. ليك يا كريم، ازدار الاكسجين لسه كريم مأثر عليك، انت جبت محمد يوسف خلاص. شكرا للزميل العزيز كريم احمد، وشكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ. بس يا كابتن سيد مش في الفورم، كابتن سيد مش في الفورم. الاكسجين برضه، الاكسجين برضه مأثر عليه. لازم كان في كده يعني، في كده حاجه كده كان ماشي، لكن كابتن سيد اتكلم كلام زي ما احنا اتكلمنا، كلام واقعي جدا. في حاجات كتير، ظروف حاطط بهذه المباراه، فرص برضه بتضيع المباراه اللي فاتت، زي الكلام برضه اللي قاله محمد يوسف، نفس الكلام. الظروف النهارده اتحكمت بشكل كبير قوي في اداء النادي الاهلي، كنا ممكن نخلص المباراه، نفس الكلام ونفس الحوارات. وان شاء الله الفترة اللي جاية زي ما قال سيد عبد الحفيظ وأكد عليها محمد يوسف أو العكس، الفترة الجاية تشهد تغيير جذري في فريق النادي الأهلي، بالإضافات، باللعيبة المصابين، هتلاقوا شكل جديد إن شاء الله. لكن في كل الأحوال إحنا بنحكمش فنيا على أداء النادي الأهلي على قد ما إحنا عايزين النادي الأهلي عمره ما يتضغط تحت أي ظروف أيا كانت الظروف إيه. كمل بقى أنا اتفضل.
لا بجد يعني علشان تطلب من صانع العاب بتاعك ان هو يبقى زي ما اسامه بيقول عايز يعمل ثرو باس, او زي ما انت بتقول زي ما كابتن حش بيقول عايز يبقى متواجد, عايز لعيبه تدور عليه, لازم توفر له برده حواليه حاجات, لازم توفر له اللي بتاعه مظبوط, لازم توفر له ديفندر, لازم توفر له كره من تحت. اتفضل. شوف هقول لك على حاجه, احنا القصه الموضوع ده اتكلمنا فيه خد بالك لان طريقه اللعب بتحكم بكده. انت النهارده مثلا طريقه اللعب 4 2 3 1 عندك باكين, عندك كمان اتنين بيلعبوا تحت الفرود برده موجودين على الخط, ف حته ان انت يبقى دورك انك برده تخرج على الخط كتير دي مش مطلوب في الحته اللي زي دي. يا اما هتقفل على الباك ليفت او الباك رايت بتاعك, يا اما هتقفل على اللعيب اللي انت بتلعبه تحت الفرود سواء كان يمين او شمال, هتقفل عليه هتاخد المهام بتاعته. تمام. فيبقى دايما موجود في الحته دي كثافه عدديه ومفضل الحته اللي في القلب, الحته المفروض تكون متواجد فيها. تمام. يعني احنا دايما في كره القدم بنقول ايه, بنقول لما الكره من ناحيه اليمين لازم يبقى الفرود والفرود الرئيسي رقم 9 والفرود اللي بيلعب من تحت الفرود رقم 2 ويبقى معهم الثالث اللي بيلعب تحت الفرود. لو ما كانش متواجد يا كابتن, يعني مثلا الكره اللي سجل فيها ناصر مار الهدف الاول في المباراه اللي فاتت مش دي, لو ما كانش متواجد في الحته دي ما كانش هيسجل هدف. صحيح. هي دي كره القدم. كل واحد لازم يبقى ليه بوزيشن معين, تحرك البوزيشن ده له تحركات محدده. ممكن في بعض الاوقات انك يعني تخرج بره يبقى عندك فري حريه شويه, يبقى عندك مثلا يبقى عندك شغل تاني مطلوب منك بتشتغله اثناء الجيم مختلف شويه, لكن في اصل في اساس في اساس ان هي التحركات المطلوبه من اللعيب اللي بيلعب تحت الفرود, التحركات اللي دايما تكون اماميه, التحركات اللي دايما تكون مساعده للثلاثه اللي موجودين قدام, تواجدك دايما في البوكس. يعني احنا اوقات كثيره جدا كنا السنه اللي فاتت واللي قبليها بنشوف عبد الله السعيد موجود في السكس ياردة بيجيب اهداف من السكس ياردة, وضع طبيعي لان هو البوزيشن بتاعه بيحكم عليه ان هو يكون متواجد في الحته دي عشان تقدر تسجل اهداف, عشان كمان تقدر تصنع اهداف. احنا فترات كتير احنا مش بنقول الكلام ده بنلوم على ناصر, بنديله مهام جديده مهام اضافيه. ناكد على الناس هو لعيب كويس جدا. صحيح. لعيب بروميسنج جدا, هيبقى من افضل اللعيبه اللي موجودين في المكان ده ان شاء الله. لسه عنده خبره زي ما اسامه اتكلم, هو لسه لعيب عنده 22 سنه ولسه اول سنه مع النادي الاهلي, ضغوطات كتيره جدا, ماتشات لسه هياخد فيها خبره كبيره جدا, ولكن احنا برده بنحاول نزوده في الحته دي. النهارده احنا ما بنشوفش الدبل باص مع الفرويد. لو موجود في الحته اللي موجوده دي هتلاقي في دبل باص كتير جدا, وهتلاقي هو بيروح كمان لجول اكتر بكتير. عبد الله معاه جونيور اجاييه, علي معلول, احمد فتحي, ومن ورا خط الدفاع ما فيش اساسا ثغره. صح. فاكيد ده المقومات اللي بقول لك عليها. كلامك صح, انا متفق معاك جدا في الحته دي, انك برده لما يبقى معاك لعيبه, يعني مش احنا مش بنقلل من اللعيبه اللي موجوده دي, لكن اللعيبه الثانيه عندها خبرات اكتر, لعيبه عندها امكانيات برضو, الامكانيات اللي موجوده عند وليد سليمان, السرعه اللي موجوده, المهاره اللي موجوده, الخبره اللي موجوده عنده جونيور اجاييه, الخبره اللي خدها مع النادي الاهلي, المهاره والسرعه اللي موجودين يخليه ان هو دايما يعمل الحته دي, ان هو دايما يبقى قريب من اللعيب البلاي ميكر. تمام. يعني يا كابتن اسامه بنتكلم على استغلال الفرص. متاهب اسامه متاهب. بنتكلم على استغلال الفرص في المباراه السابقه النهارده. الزمالك خسر من القطن التشادي بالرغم البرد اللي احنا فيه ده 2-0, فلولا الفرص اللي حطها الزمالك في الماتش الاولاني اعتقد كان المباراه برده هتبقى صعبه نسبيا بالنسبه له. الفرص مهمه جدا انك انت يعني خاصه انك تستغلها في بدايه المباراه تقدر تخلص المباراه. النهارده يعني زي ما بقول لك يا كابتن ميدو, الانتصار النهارده انتصار مهم جدا وانتصار معنوي. النادي الاهلي النهارده بيفك زي ما بقول لك وباكد عليها, كان ممكن يحصر عقده من الكره الاسيويه المصريه, لكن النهارده النادي الاهلي انتصار معنوي بصعوده لدوري المجموعات. تبقى عقده عبد الصمد بقى والناس تحفل عليه. لا كنا ندخل بقى في رفاق عبد الصمد لمده سنه ثانيه, او والله اعلم ممكن تقابل تقابل فريق اسيوبي انت ثاني. فانت النهارده كويس انك انت بتخلص يعني بدري. صح. انت النهارده في ظل الظروف اللي انت كنت فيها دي بقالك فتره, بدايه من اصابات كتير جدا, اصابات ثلاثة بس اللي عدى لعيبه موجوده اصابات كتير جدا في مشوار الدوري والنهارده في مشوار افريقيا. النهارده اول مره تشوفها في تاريخ النادي الاهلي اثنين حراس مرمى قاعدين على قاعدين على الدكه. بالظبط. يعني امور صعبه جدا. حتى التغييرات انت بتغيرها, انت مقعد علي معلول واحمد فتحي معنويا ونفسيا للعيبه. بس مجرد لعيب كبير انت مدخله وسط الفرقه يقدر يلملك الناس معنويا, اللعيبه تبقى عندها الدفع. بس انت عارف ومتاكد, ايوه عارف انك انت متاكد انك مش هيتم الدفع بيهم. اكيد. ما انت فبتشتغل في ثلاث لعيبه اللي نزلوا النهارده, وليد ازارو وميدو جابر وال طب سؤال يا اسامه, سؤال ليه ما حطش حسام عاشور وشال حد من حراس؟ انا كده كده مش هيلعب. ما حسام عاشور اتعمل له اختبار امبارح طبي. لا كده كده مش هيلعب, ما هو الحراس مش هيلعبوا كوره. يعني ايه الفكره؟ الفكره انه يحط حسام عاشور يعني؟ يعني لا الفكره انه يحط اثنين حراس.
برضه يعني السؤال ليه لاعب علي لطفي بقى تحت راسين الحرب؟ لا انا عندي وجهه نظر يعني عشان الشناوي رجع من اصابه وعلي لطفي كان لسه لاعب لسه لاعب المباراه اللي فاتت يعني فمش عايز يضايق يعني برضه يزعله شويه اتكلم بجد ولو احتاجوا نستعين بالشناوي مثلا في كرات عاليه في الاخر ايوه احتاجوا حد بجنين يعني قصدك لا ما هي مرحله لا اصل لازم تفكر ليه حسام عاشور ما دخلش ما هو مصاب على بعيد لا انت بص انت تحط واحد يا ميدو يعني انت حسام عاشور لا قدر الله يعني مش هينزل خالص مصاب بس النهارده بتتكلف واحد سليم خلاص بحطه وبس انت الاثنين مش هتلاعب حد فيهم بس انت بتحط السليم زي دايما بقول لك يعني زي ما بقول لك مثلا في التشكيله الرئيسيه في ال11 لا ان لو واحد عنده شك واحد سليم احط السليم بدل ما اخسر تغييره خلاص انا عندي واحد كده سليم كده خسران تغييره ايوه عشان ده اللي بتكلم فيه كده كده غيرتني ايه ولا يوسف خاف الشيطان ياثر عليه يقول له نزل حسام عاشور سؤالك ظروف صعبه جدا يعني انت النهارده انك انت تعدي من ده كله بالاصابات اللي عندك النهارده بالملعب بالكم الغيابات اللي عندك بالقمة الافريقيه اللي ان شاء الله في شهر يناير والكل ينتظر النادي الاهلي في شهر يناير كل ينتظر النادي الاهلي في شهر يناير بالمدرب الجديد بالتدعيمات ان شاء الله اللي حصلت والتدعيمات اللي لسه هتتم تاني ان شاء الله عشان ان شاء الله هتبقى منافس قوي ان شاء الله في بطوله الدوري والنادي الاهلي زي ما بقول لك مجرد قرب بس بطوله الدوري بدا يدبدب بس الناس بدات تقلع لسه بيكح إيه خلاص خلصنا كان ضغط كبير الماتشين دول يا اسامه خلاص طالع دوري مجموعات اعتقد الحمل هيتشال من عليك شويه تبدا تفكر في الدوري زي ما انت بتقول الدنيا تبقى احسن بكتير عندك تدعيمات عندك خلاص مدرب داخل عنده فكر جديد عنده شكل جديد الجماهير الاهلاويه مستنيه شكل جديد للنادي الاهلي زي ما اتفقنا احنا بعد يعني من بعد الخروج من الترجي والبطوله العربيه ان هو شهر 12 تكمله شهر 12 يعدي باي شكل بقى طبعا الحمد لله باي لعيبه تلعب الحمد لله مكاسب كبيره خلال الشهر ده يا رب ان شاء الله تكمل ان النادي الاهلي يقرب من القمه والحمد لله عدى من الدور ده الافريقي يحصل بقى التدعيمات والاهم كمان انا شايفهم من التدعيمات رجوع اللعيبه الاساسيه بتاعه النادي الاهلي المصابه يعني يرجعوا في مستواهم المعهود هيفرق جامد جدا النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه وبعد كده بقى الناس تبتدي تفكر بلال اسامه في الاداء بقى نبتدي نتكلم ان شاء الله باذن الله لما الاهلي يبقى على القمه ان شاء الله في بطوله الدوري ان شاء الله نفكر بقى في الاداء الحلو اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي طيب. لا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا يعني بالنسبه طبعا الناس كلها منتظره التدعيمات بتاعه النادي الاهلي الناس كلها منتظره اللعيبه اللي هتيجي تلعب في يناير يعني وارد جدا يا كابتن في بدايه المباريات ان اللعيبه لسه ما تكونش خارج على طريقه اللعب ما تكونش في الـ في الـ في الـ في التوب فورم بتاعتها هياخدوا برضو بعض من الفترات ان هم يقدموا مع النادي الاهلي عشان يدخلوا مع الفريق بشكل كويس وان كنت يعني بقول ان اللعيب اللي بيدخل النادي الاهلي بيتاقلم بشكل سريع بس وارد جدا اللعيب تشوف مستواه اقل من ما انت جبته عليه وارد جدا يعني بطبيعه الضغط بطبيعه الاداء المختلف بطبيعه الرغبات اللي موجوده عند اللعيبه وطبيعه اداء النادي الاهلي ومدى يعني حفاظه ومطالبته بكل البطولات بطبيعه الضغط الجماهيري ممكن يعني فصبرا الجماهير تصبر بس على اللعيبه اللي موجوده مش بس مش من يعني التقييم ما يبقاش من اول مباراه هتبقى صعبه انك تقيم من بدايه اول لقاء بالنسبه للعيبه اللي داخله على النادي الاهلي هيبقى الامر صعب جدا يعني أكيد. فالجمهور ينتظر برضه وان شاء الله النادي الاهلي زي ما قال اسامه وزي ما قال كابتن محمد ان انت بتاخد بتاخد كل مرحله بطبيعتها وبظروفها المرحله الوقت الحالي انك عايز تكسب عايز تكسب باي طريقه باي شكل باداء جيد باداء غير مقنع باداء مقنع ولكن عايز تكسب وخلاص الفتره اللي بعديها ان شاء الله يبقى الاداء مع المكسب ان شاء الله مع التوليفه الجديده هتلاقي النادي الاهلي بشكل جديد باذن الله الف مبروك وبشكرك شكرا جزيلا يا بلال الله يبارك فيك ومبروك لجمهور النادي الاهلي كابتن اسامه قاسم في الجبهات الجديد الف مبروك وشكرا جزيلا كابتن حشيش شكرا مبروك كميدو ودايما الاهلي في انتصارات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنروح لفاصل وفي الفاصل هنشوف زميل العزيز كريم احمد مع المهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في اثيوبيا ونرجع نستقبل الكابتن احمد عوده نجم التحكيم السابق ما
تجد التحيه ليك يا كابتن ميدو وكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. رئيس الباس عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم الكفراوي، اكيد بقول لك في البدايه وشك حلو، يمكن تحقيق النتيجتين صعدنا الحمد لله الى دور ال 16. ظروف كانت صعبه جدا اتكلمنا عليها استاذ ابراهيم، الاكسجين والارضيه الملعب، لكن النادي الاهلي الكل كان على قلب رجل واحد في هذه المباراه. الحمد لله. يعني قد تكون نتيجه المباراه كمباراه مفرده مش مرضيه قوي لجمهور النادي الاهلي، لكن كمجمل الحمد لله الغرض من المرحله دي اتأدى، ان انت توصل لدوري المجموعات، ان انت تبدا في يناير مع بطوله، تستكمل البطوله في دوري المجموعات بالتدعيمات الجديده، بعوده كم المصابين اللي موجودين عندنا، هيبقى في شكل تاني للنادي الاهلي. النهارده بس حضرتك بتقول الجو، ارضيه الملعب غير طبيعيه، وشفناها حتى في حركه اللعيبه في اعاقه ليها في الكوره، ما فيش تحكم. رغم كده كمان اللي اصعب من كده التوقيت الصعب اللي جه فيه الهدف الاول، يمكن صعب المأمورية، لكن معدن لعيبه النادي الاهلي ظهر في الشوط الثاني، تمسكوا ووقفوا على رجلهم. لا، وكنا قريبين جدا من التعادل وتحقيق الفوز، يعني لو ربنا وفقنا، لكن ما فيش نصيب الحمد لله. لكن الغرض اتأدى من المهمه دي، هننظر للي بعد كده وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. لابد نشكر اللعيبه لان الظروف كانت صعبه، مش الظروف المناخيه ولا الظروف الفنيه، لا كمان لعيبه راجعه من اصابه، عدد الدكه البدلاء كمان علينا اثنين حراس مرمى متواجدين، الامور كانت صعبه جدا يا ابراهيم. بيه لعيبه يمكن فعلا اثبتت النهارده كالعاده ان في شخصيه النادي الاهلي وبتلعب بروح فنيه النادي الاهلي. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده لو حضرتك خدت بالك في اكتر من لعيب بيلعب مش في مكانه، ويعني واكتر من لعيب بيلعب في اخر ربع ساعه مش قادر يقف على رجله، مش ناقص تمرين ولا اي حاجه، انما ده الظروف انك تلعب 2000 متر فوق سطح البحر. الناس المتخصصة في الرياضة والمتخصصة في المجال ده هتفهم كويس قوي يعني ايه الكلام ده، انك تلعب 90 دقيقة بمجهود غير طبيعي، والفرقة اللي قدامك قد تكون كرة القدم العشوائية اللي بتلعبها برضو بتأثر، لانك بتخليك تجري اكتر وبتبذل مجهود اكتر فأثرت عليك. لكن في لاخر لحظة محدش من اللعيبة استخسر مجهوده، حتى احنا شفنا اسلام محارب وشفنا اكتر من لعيب بيقع ويصاب ويصمم انه ينزل ويستكمل المباراة، لان هم لعيبه عارفه ان هم اللي هيرفعوا اسم النادي الاهلي وعشمنا فيهم كبير ومتحملين مسؤوليه. لعيبه النادي الاهلي طول عمرها رجاله وبتثبت انها رجاله في كل موقف صعب. بشكرهم رغم النتيجه قد تبدو انها غير مرضيه، لكن الظروف صعبه جدا. المرحله اللي جايه والتحديات اللي جايه والصعوبات اللي جايه بنشوفها ازاي مع فريق النادي الاهلي ومع قطاع كره القدم والنشاط الرياضي، يمكن بنحط كل النشاط الرياضي وكره القدم بشكل عام، لان الفتره اللي جايه محتاجين الفرحه، محتاجين بطولات من جديد للنادي الاهلي وايضا كمان للالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه. خلينا نقول الاول كره القدم، لان هي فاكهه الالعاب كلها وهي اهم اهتمام للجمهور ومحبي النادي الاهلي، ولا يقل اهتمامهم طبعا بالالعاب الاخرى، لان الجمهور دايما بيحب النادي الاهلي فوق منصات التتويج دايما. عايز اقول ان ما اعتقدش ان احنا هنكون في ظروف اصعب من اللي احنا فيها، اي يعني اي ظرف هيجي مش هيبقى اصعب من اللي احنا فيه كفرقه كوره. انت النهارده عندك كم مصابين غير طبيعي، حتى اللعيبه اللي جايه معاك النهارده لسه راجعه من الاصابه، فما كانش يعني برضو كابتن يوسف ما كانش عايز يخاطر باللعيبه، وبنشكره على كده، لان مدرب غيره قد يخاطر ببعض اللعيبه، لكن هو تحمل المسؤوليه برجوله وكلف اللعيبه اللي جاهزه بس. اعتقد نقص عددي غير طبيعي، لعيبه بتلعب في غير اماكنها. مع بداية شهر يناير إن شاء الله التدعيمات الجديدة، الأربع صفقات هتكون انضمت للفريق وعلى حسب اختيار المدير الفني، مدير الفني من يوم 28 بإذن الله هيكون موجود وهيتولى المسؤولية، مع عودة كتير من المصابين إن شاء الله ودخولهم يعني فورمة المباريات بقى إن شاء الله، مع ضغط المباريات هتبتدي تشوف شكل الأهلي الحقيقي. برضو زي ما قلت قبل كده وبكررها تاني، مش عايزين نقصه على لعيبة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي اتحطت في ظروف لو أي فرقة غير فرقة النادي الأهلي وأي لعيبة غير لعيبة النادي الأهلي اتحطت فيها كنا بنشوفهم وشفناهم قبل كده بنتائج، يعني مش عايزين نتكلم على غيرنا، لكن النادي الأهلي كبير كبير ولعيبته لعيبة محترمة ورجالة وبتتحمل مسؤولية، ولما بيطلب منها تحمل مسؤولية بتلاقيها موجودة زي النهاردة. بشكرهم وبشكر الجهاز الفني، ويعني أنا ليا بس يعني تعقيب صغير، إن أولاد النادي الأهلي فعلا بيبان معادنهم في الظروف الصعبة. انا بشكر جدا كل الجهاز الفني بلا استثناء، لكن بخص واحد من الجهاز الفني اللي هو كابتن عادل مصطفى، اللي هو عارف انه راجع النهارده ومش هيبقى مكمل مع الفريق الاول، لكن لاخر لحظه بيبذل كل مجهوده وما بيستخسرش وموجود وجندي من جنود النادي الاهلي في اي موقع بيطلب منه. بشكره،
بشكر كابتن محمد يوسف لقيادته للنادي الاهلي، ويعني انه قدر يغير دفه الخسائر اللي قد نكون تعرضنا ليها او الهزه اللي حصلت، ورجع النادي الاهلي لمكانه الطبيعي. اللي جاي افضل وبطمن الجمهور. اما بالنسبه بقى للالعاب الثانيه ان شاء الله باذن الله، برضو الهاندبول ان شاء الله يعني يمكن يبقى فيه تغييرات وفي بعض التدعيمات احتمال تبقى موجوده، في برضو احتمال يبقى فيه تعاقد مع احد المديرين العالميين، مديرين فنيين، في اهتمام بصفه عامه. لكن يعني احنا لما بنيجي ندير اي ملف رياضي بيبقى هدفك الوحيد هو الانتصار والتتويج. فان شاء الله بنوعد الجمهور ان السنه دي هتكون سنه سعيده باذن الله، وكل عام وانتم طيبين. سنه 2019 باذن الله هنتقابل وهنبقى فوق منصات التتويج، وفرقه الكوره بدعمكم ومؤازرتكم ليها، ونمشي ورا جمهور النادي الاهلي، ما نمشيش ورا كلام احنا عارفين اغراضه ايه، محدش يهزنا، عندنا ثقتنا في فرقتنا، ثقتنا في نادينا، ثقتنا في ادارتنا، ثقتنا في كل المنظومه اللي جوه نادي الاهلي. هنتوج باذن الله وهنحتفل مع بعض ان شاء الله بالدوري والكاس وبطوله افريقيا ان شاء الله. كده ابراهيم بيبقوا دايما موفقين ان شاء الله. سي شكرا كابتن ميدو، وشكرا لتغطيتكم، ده عهدنا بقناه الاهلي، اشكركم. سي بنوجه اكيد كل التحيه والتقدير للاستاذ ابراهيم الكفراوي رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما اكد كابتن ميدو المرحله اللي جايه مرحله هامه لفريق النادي الاهلي لقطاع كره القدم، الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه، وبياكد كمان على ان جمهور النادي الاهلي لابد يكون دعم وسند حقيقي لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، وده عهدنا بجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله منتظرين جمهور النادي الاهلي في المباراه الداخليه، في المباراه القادمه عايزين الجمهور يرجع تاني لمدرجات